ينضم إلينا من مدينة غوتنبرغ السويدية عبد الجليل السعيد، رئيس المركز الإسكندنافي الخليجي للدراسات. أهلا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. وبعد التحية، هل ترى أن دعم دول السبع والناتو لأوكرانيا قد يكون استفزازا لروسيا، وكيف يمكن التوقع لتفاعل روسيا في هذا السياق؟ تحياتي لكم. من الناحية الإعلامية ربما يكون هناك تصريحات روسية تعبر عن الاستفزاز، ولكن الدعم من قبل دول الناتو على حدة، يعني ليس كقرار ربما يتخذ على مستوى الحلف. كل دولة تقدم ما تريد من خلال الآلية التي يتبعها الحلفاء دون المرور حتى بمنظومة الناتو كمنظمة عسكرية. هذا الدعم كما رأينا جميعا هو مستمر منذ بداية الأزمة في أوكرانيا. فأعتقد بأن الروس ربما يحضرون لردود إعلامية بهذا الخصوص، وليس على مستوى الردود العسكرية، لأن الدعم أصلا يصل إلى الأرض بشكل شبه يومي. طيب، يعني ما هي الآثار المتوقعة لضمانات الأمن التي قدمتها مجموعة السبع لأوكرانيا على الأوضاع في المنطقة؟ لا يوجد، من وجهة نظري على الأقل كمتابع ومتتبع لهذا الشأن، لا يوجد ضمانات حقيقية. أوكرانيا فعليا مقسمة، هناك حرب استنزاف للجانبين، ربما تكون بصورة أوضح للجانب الروسي في مرحلة ما، ولكن على الأقل بالنسبة للأوروبيين، فرنسا ألمانيا لديهم مقاربة مختلفة تجاه الصراع في أوكرانيا عن المقاربة الأمريكية. أمريكا من وجهة نظري تطمح إلى مزيد من الحرب في أوكرانيا، تعتبر أن دعم أوكرانيا سيستنزف روسيا، لن يستطيع بوتين أن يقتل زيلينسكي، ولن تستطيع القوات الروسية أن تحتل كييف، وبالتالي ستبقى هناك حرب تستنزف العدو التقليدي للجانب الأمريكي. ألمانيا وفرنسا وبقية دول الاتحاد الأوروبي يريدون على الأقل تحصين الجبهة الشرقية لأوروبا وعدم استمرارية هذه الحرب وإيجاد صيغة للتفاهم مع بوتين. يعني لمزيد من التوضيح، من وجهة نظر حضرتك، كيف تقيم الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا في هذا الوقت الحرج؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور كما قلت قبل قليل مرتبط باستمرارية الحرب. بنفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تظهر الصورة على أن الرئيس بايدن هو الرجل الحكيم، وهو يعني كما يقال العجوز الهرم الذي يمتلك من خبرة السنين ما يستطيع أن يدير به العالم. هكذا يحاول على الأقل الديمقراطيون أن يصوروا الرئيس بايدن، وإن كان الرئيس بايدن يشكل حرجا لأي دولة يصل إليها. رأينا المشاهد التي رصدناها في لندن حينما استقبل في ويندزور عند الملك البريطاني، رأينا حتى وصوله المرتبك إلى ليتوانيا بالأمس. الرجل يعاني من مشاكل صحية، وربما لديه مشاكل حتى جسدية ستطغى في الآونة المقبلة على صحته، ولكن في المقابل هناك خطاب أمريكي يقول أمريكا تقود العالم، وحدت الناتو، استطاعت أن تواجه روسيا. وفعليا في أوروبا لا يوجد لدينا أبدا هذا الكلام. لا يوجد في أوروبا، هناك تململ كبير من استمرار الصراع في أوكرانيا، هناك محاولة للتفاهم على الأقل على إيجاد أفق زمني أو مراحل زمنية لإنهاء هذا الصراع. أوروبا لديها مكتسبات تريد الحفاظ عليها، على الأقل القيادة الأوروبية بالنسبة لبرلين وباريس لا تريد استمرارية هذه الحرب، ولا تريد إلا لأوكرانيا أن تدافع عن نفسها بعيدا عن الدخول مع أتون صراع مجنون مع الجانب الروسي، ليس خوفا من موسكو حتى أكون يعني بمصداقية متكاملة، بقدر ما هو ابتعاد عن جنون الحرب التي ربما تؤدي إلى استعمال سلاح نووي لا قدر الله، أو حتى استعمال قنابل تكتيكية من هذا السلاح الخبيث الذي من الممكن أن يدمر حياة ملايين البشر لا قدر الله. طيب أستاذ عبد الجليل، يعني من الناحية الاقتصادية، هل تعتقد أن أوكرانيا ستتمكن من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة كشرط للانضمام إلى الناتو؟ هذا يعني كما يقال في المثل الشعبي العامي، ضحك على الذقون وذر للرماد في العيون. أوكرانيا في الأمد القريب أو البعيد لن تدخل الاتحاد الأوروبي، ولن تدخل حتى إلى حلف شمال الأطلسي. من الاستحالة بمكان أن تصبح يعني كما يقال أوكرانيا عضوا
في الأمد القريب أو حتى البعيد في عضوية الناتو أو عضوية الاتحاد الأوروبي. كل ما يتكلمه الأوروبيون هو وعود، لأن أوروبا في التالي كنظام اقتصادي سياسي، أتكلم على الاتحاد الأوروبي هنا بجزئية سريعة، لا يستطيع أن يضم دولة ممزقة، لا يستطيع أن يضم دولة مدمرة فعليا. لو كان هناك تفكير بضم دولة لكان الأولى بذلك صربيا أو كوسوفو أو حتى مقدونيا الشمالية، كلها دول في فلك أوروبا ولكنها ليست عضوة في الاتحاد الأوروبي. والناتو كذلك لا يريد أن يضم دولة فيها أراضي محتلة أو فيها أراضي متنازع عليها، وبالتالي يدخل بصراع مباشر مع روسيا ويضطر إلى تفعيل المادة الخامسة التي تقتضي بأن أي اعتداء على أي دولة من دول الناتو يقتضي أن تتدخل جميع دول الناتو. رأينا مثلا العام الماضي حينما سقط الصاروخ بالخطأ في بولندا كيف أن الأمريكان انبروا للدفاع عن أن هذا الصاروخ مصدره أوكراني أكثر من الروس أنفسهم، لأن الأمريكان أنفسهم لا يريدون أن يتدخلوا في صراع إلا من خلال أدوات أو من خلال وكلاء. طيب من وجهة نظر حضرتك، ما هي التداعيات الاستراتيجية لانضمام أوكرانيا إلى الناتو على السياسة الدولية؟ أولا هو السؤال افتراضي كما تفضلت به ومهم، ولكن لا أعتقد بأن الجانب المتعلق بأوكرانيا من ناحية الناتو سيقبل بدخول أوكرانيا في الناتو. كل ما يوجد حتى الآن هو دعم سياسي، دعم عسكري، دعم دبلوماسي، حتى ربما يكون دعم اقتصادي بشكل عسكري للجانب الأوكراني. أما أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، يا سيدتي الكريمة، قد تصبح موزمبيق وأوغندا أعضاء في الناتو ولن تصبح أوكرانيا في يوم من الأيام عضو في الناتو. هذا الأمر مستحيل ولا يمكن لنا أن نتخيله. تخيلي أن تصبح شرم الشيخ على حدود ليبيا أو تصبح مرسى مطروح على حدود البحر الأحمر، هذا مستحيل. أوكرانيا أيضا من المستحيل أن تدخل إلى الناتو أو تدخل حتى إلى الاتحاد الأوروبي. نعم، اتضحت الصورة. كنت معنا من مدينة غوتنبرغ السويدية الأستاذ عبد الجليل السعيد، رئيس المركز الإسكندنافي الخليجي للدراسات. شكرا جزيلا.